السلام عليكم، مرحبا فيكم في المفروض وتكون الحلقة الثالثة من تختيم كبهد، بس للأسف الحلقة الخامسة صورتها ويوم جيت في المونتاج بعدلها طلع ان الصورة ما في صورة ابدا، بس صوت، الصورة سوداء. فالحين انا برجع وباغلب الثلاثة الباسز هذولة وباسوي فيديو ليكم، اتمنى انكم تستمتعوا صراحة لاني بتعب. نبدي بالممثلة طبعا، ما ادري كيف انا يعني صورت وخلص يوم جيت اعدل الا الصورة سوداء، بس الحين نشوف. اوكي، بداية مو زينة، بداية مرة مو زينة. اوكي، فكرت انا خلصت الفايز الاول. اوكي، خسرت نقطة صحة عشان فكرتها خلاص خلصت الفايز الاول، بس مو مشكلة، هي مو صعبة، اللي صعب هو العالم، هي والقطار ما كانوا سيئين مرة. اوكي، نغلينا شوي لما نسخن، غير كذا مو صعبة صراحة، انا ما اجيب هيك. يا حيوانة، اوكي بعدنا ما نسخن زين شكلنا. اوكي، لا تبقى في الزاوية مكان سيء في هالفيز. ممتاز ممتاز ممتاز. اوكي 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 نايس. اوكي نايس، قال لكم ايزي.
ايزي ايزي كم اون. وجبنا اس رانك اس. والله مو سيء اني رجعت لعبت شو اسمه قاتلت مره ثانيه. اوكي الان نروح القطار لان العالم شوي صعب. خلي لي اخر شيء عشان لا احرق دمي بسرعه. هاي لا مو سهل الفيز الاول حقه مو سهل. اوكي اوكي هو بس هذا الفيز الاول. الفيز الاخير في يعني في تحدي. الفيز الثاني والثالث مره سهلين. الثالث يا حمار. اوكي شكلنا نقعد وايد في هالباص هذا اليوم. اوكي حيوان. اوكي بغينا نشوف حل هالفيز الاول. Thank you.
يا حيوان. هذا سهل بس انت انتبه. Nice. Okay. Nice. سهلين. دول سهلين. Nice. ممتاز. ممتاز. اوكي هذا ما بيكون سهل. كنت بافوز. بس لو ما وصلت واجد في البداية. هنا هدي ومجرد تفوز هالراوند. برم 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 برم. Nice. Okay. بسم الله. أنا أحب الموت بسرعة. بسم الله.
يا حيوان. اوكي ما كان صعب صعب صراحة، بس الفيس الاول بلك تركز عشان يعني تركز بين انك تفادى الضربات وتضرب شو اسمه الباص. لو هزمنا اقل من دقيقتين يمكن نجيب اس، بس مو سيء. الحين جاي دور العالم، طبعا العالم كان اصعب واحد بينهم صراحة، عانيت وياه امس. يلا خذ ناخذ نفس ويلا. بسم الله نركز على تحت. ودائما نركز على ان ما نخلي القنابل شو اسمه على طول نفجر القنابل اول ما يطلعوا. هذا الشكل ما نعاني اياهم. واخلي السوبر حق الراوند الثاني عشان خلصه بسرعة. طيب لا اوكي هذا صعب شي الان. صبر صير صبور. لا واو محاولة واحدة قتلته. أمس عانيت وياه واجد. ممتاز والله تحسنت واجد وياه. وصلنا إلى هذا الفيديو صراحة بسرعة، ما توقعت إني أقتله خصوصا في محاولة واحدة على الإكسبرت على المحترف. أتمنى إن الفيديو عجبكم، لا تنسوا تضغطوا لايك والاشتراك. طبعا الحلقة الجاية إن شاء الله بروح DLC وبدي في DLC. يعني بخلص نص DLC والحلقة الأخيرة بخلص الباقي DLC وبقاتل كينج دايس وبليس ذا ديفل. وإن شاء الله بشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.